خوتي المغاربه السلام عليكم. اليوم الاثنين 11 ماي 2020، كما عرفتوا السيد ولي جهه سوس مسح حط بيا واحد الشكايه، كاينه شكايه ثانيه حطها بيا المدير الجهوي للصحه، وهذا غادي نجاوبو حتى الغدا بالتفاصيل وغادي تفهموا شنو واقع، وكاينه فيديو ثالثه اللي غادي نشرح فيها التفاصيل لشنو داز عند الدرك الملكي عند الامن الوطني وعند النيابه العامه. في الاول ديال هذا الفيديو بغيت نتقدم جزيل الشكر، وكون كانت شي حاجه اخرى كون درتها اكثر، الفعاليات المجتمع المدني في جهه سوس ماسة على الوقوف ديالكم معايا. بغيت على الفعاليات المجتمع المدني في المغاربه كلهم، واحد العدد كبير ديال لي ميساج كتعرفوا بين في وسائل التواصل الاجتماعي وصلت ل 21368 ميساج، ما عرفتش كنقراهم وسمحوا لي بزاف، عاد غادي نحاول نجاوب، لا انا لا الاخوه اللي كيتعاونوا معايا غنديروا جهدنا، غير الا تعطلنا عفاكم سمحوا لينا. بغيت نقدم جزيل الشكر للجاليه المغربيه في الخارج، ايطاليا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، امريكا، حتى في السعوديه. بغيت نتقدم جزيل الشكر للفعاليات الحقوقيه في المدينه، هيئات المحامين اللي جاوا عندي للمحكمه، نتقدم للاخوان الاعلاميين، بغيت نتقدم للاخوان الحقوقيين اللي صيفطوا لي واحد رسائل رائعه من الجزائر، من تونس، من قطر. الحمد لله انا ما كندير غير واجب، ما بغيت حتى حاجه، بغينا غير الصالح العام، بغينا واحد المغرب زوين، هذا علاش كنسعى وعلاش كنجري. كنتقدم عاوتاني جزيل الشكر للاحترافيه كيفاش تعاملوا معايا وكلشي، لا الدرك الملكي ولا الامن الوطني ولا النيابه العامه، كان داكشي راقي محترف الحمد لله. سيد والي جهاد سوس مسا حط بيا واحد الشكايه، وعلى اثرها توضعت في الحراسه النظريه. هاد الشكايه في كيتهمني فيها بان قدمت يد المساعده لواحد السيد، داك اللي شفتو داك النهار في الفيديو جاي من طاطا على رجلو، وتلاقيتو حدا ام سكروب، وقدمت المساعده لدوك جوج دراري، قدمت المساعده للمريض بشكليطات، المهم قال لك ما عندكش حق تقدم لهم المساعده، وخرقت الحجر الصحي. واحد العدد ديال الاتهامات اللي هي باطله، واحد الاتهامات اللي كان الهدف منها وهو النيل مني. انا كنت عارف من شحال هذا بان الفيديوهات ديالي كيزعجوا بزاف ديال الناس، بزاف ديال اللوبيات ديال الفساد، وغادي خصهم غير الطريق منين يدوزوا. ما كنقولش السيد الوالي بان معاهم ولا شي حاجه حاجه، ولكن انا كنت عارف بان الدقه راه كتوجد، غير كيفاش غتوجد وامتى وهذا الله اعلم، ولكن راني كنت حاضي. اليوم السيد الوالي كيقول لك ما عندكش الحق تقدم يد المساعده لذاك السيد اللي بينتي في الفيديو هزيتي في طوموبيلتك لان كاين الحجر الصحي. سيد الوالي انت ممثل جلاله الملك على جهه سوس ماسة، هذا واحد الحمل ثقيل وكبير فوق كتافك، وما عندكش حق في الغلط. كنتمنى تكون تشبع بالافكار ديالو، كنتمنى يكون قدوه ليك وقدوه ليا. علاش؟ على الطيبوبه ديال هذا الشخص، على الانسانيه ديالو، على القلب الكبير. انا اليوم ماشي كنمدحو ولا طامع فيه يعطيني كرسي ولا شي منصيب ولا شي حاجه، انا باغي نبقى واقف، انا بغيت غير بلادي، هادشي اللي بغيت. الكراسه خليتهم ليكم، والبيرويات والمناصب، وحتى داك ما عرفت انا شنو الكريم ولا تخرق، ما بغيت حتى حاجه. الحمد لله اللي بصحتي وليداتي وعائلتي بخير وعلى خير، هادشي اللي بغيت في هاد الدنيا، وبغيت هاد البلاد هادي نشوفها كما البلدان كلها، لان انا بوسط داري، انا ما كنمش على المغرب، بوسط داري عندي صراع غير مع اولادي يوميا ولا بشكل مستمر. بابا يلا نخرجوا، يلا نمشيو حتى حنا نعيشوا برا، علاش؟ بحثا عن العيش الكريم، لان ناكلوا ونشربوا ونعسوا ماشي هو هذاك العيش الكريم السيد الوالي. اليوم كندويو على الموضوع ديال الشكايه اللي حطيتي ليا. السلام عليكم. مبروك على واشرك اخويا، بالصحه والسلامه. قول لي هادشي ثقيل هازو فين غادي؟ اخويا ما عنديش الحل انايا، انا جاي من طاطا وملي جاي من طاطا؟ اه جاي من طاطا، وملي كنبغي نتسرح على هذاك الشيء غادي تزاد عليا سميتو الشخص، كاين البرد وكاين سميتو. واش جاي من طاطا على رجليك؟ على رجليا 8 ايام. شحال؟ 8 ايام وانا جاي. 8 ايام؟ اه كنضرب كنعس 4 السوايع، وبعض المرات 6 السوايع، وكنعاود نزيد نكمل على رجليا. وكنت دير الفطور كي تدير ما والو غنس بحالك الا تصافط شي دوار، جيت على كودو راه عندي الزرمه تصافط شي دوار، راه كنصبر وكنتم غادي فهاد الصاد. كتعرفوا راني خرجت من اكادير كانت 24 درجه، دابا كاينه 30 هنايا، وانت راك غادي في الحراره. اخويا انا لقيتيني فين غادي؟ لقيتيني بيد نطيح انا، راه صافي رجليا من هنا مشاو، انت تشوفها انا رجليا كامل مشاو. شوف رجليا كي دايرين مسكين، خربوا لي رجليا كامل غير بالمشي. اه صافي راه انا مشاك عامل طاب هنايا، كامل مشى ليا هنايا. خويا غادي تكر فين غادي مازال؟ فين غادي؟ غادي ليمين تانوت. شنو عندك تما واش ساكن؟ عندي الوليدات تمايا. كنبقى سير بزاف، ما كاين حتى انا الواحد الكبير اللي عند والديا، وما كاينش اللي، وعندي والدي انا كاع طايحين في الدار، عندي ثلاث معوقين، عندي الوالد والوالده وواحد الخوا دريه.
سيد الوالي، بلاص ما تحاول تطيحني انايا، واش الرساله ديال هاد السيد الدموع ديالو ما حركوش في غرام ديال الانسانيه؟ هادوك الدراري اللي طالعين على رجليهم بالقفه وغادي بالصنداله، ما والو، حتى هما البشكليطات، الناس، هذيك السيده اللي غادا عند وليداتها، ما حاولتيش تحط سؤال اشنو اللي حطنا في هذا المأزق هذا؟ ما تقولش ليا بان هذا كورونا فيروس هي اللي دارت هذا الشيء، لان جهات سوس ما سكنت في حافه الافلاس، وما نقولوش كاين سوء تسيير، واليوم ملي جا هاد الفيروس صيفطنا للافلاس، وهذاك الشيء علاش عطانا هاد الوضعيه. هادوك الناس ولا هاد السيد هذا كان خصنا نبوسو ليه راسو، هاد السيد هذا كان خصنا نطلبوا منه السماحه، نطلبوا السماحه من واحد العدد ديال الناس. كانت عارف السيد الوالي، هذاك السيد غادي في ديك الحراره وهاز داك الثقل، ما كانش كيطلب، ما كانش كيبد يده، امن بالله وسيد صايم وغادي عند وليداته وغادي عند عائلته اللي فيها المعوقين، وما عندوش، عنده 10 دراهم باش غادي يدخل. كتعرف السيد الوالي لما قدمت ليه ديك المساعده شحال بكا داك السيد؟ ما يمكنش. انا يمكن لي نقول لك السيد الوالي، عاوتاني نعاودها، لو كان جلاله الملك اللي كان دايز من تما، اقسم بالله الطيبوبه ديال داك السيد، حتى كون وقف، كون نزل عنده واستفسرو على الوضعيه وقال ليه شنو وقع ليك وكيفاش، وعاقب الناس اللي كانوا السبب باش هذاك السيد في هذيك الوضعيه وبحالو الالاف ديال الناس في جهه سوسمان. السيد الوالي، دابا غنرجع للشكايه اللي حطيتي بيا. كتعرف السيد الوالي بان التقارير اللي كترفع الاداره المركزيه، يعني وزاره الداخليه كتريتي كل شيء وكتعطيهم الدوائر العليا، وعلى اثر هذا الشيء كامل كيتخذوا قرارات. هذا الشيء بحال ذاك ربان الطائره، الا عطيناه المعلومات مقاده راه كيوصل ديك الطائره لبير الامان وكتوصل للمطار وبالمسافرين اللي فيها، الا عطيناه المعلومات خاطئه غادي يطيح ديك الطائره ولا يخبطها مع شي جبل، الله يحفظ. المهم انا ملي كنشوف باش تهمتيني، السيد الوالي كنحمد الله وكنقول الله اللي حافظنا وحامينا بجهة سوس مانسا. اولا كنحمد الله اللي الامن الوطني، الدرك الملكي، المخابرات المدنيه، دي اس تي، ولا الجيش الملكي، كلهم ماشي سنتراليزي هنايا، كل شيء كيمشي للرباط وكل واحد عنده ادارته وكل واحد كيوصل المعلومه. انا ما عرفتش التريتمون ديال المعلومه عندك كيفاش كتكون، لان فضائح في الشكايه. غنبدا من الاول، كتقول السيد الوالي بان خرقت الحجر الصحي. السيد الوالي، واش نسيتي بان المصالح ديالك هي اللي عاطيني الترخيص بناء على المعطيات والمعلومات اللي زودتهم بها ديال الشركه؟ الدرك الملكي حقوا معايا في هذا الموضوع، حقوا مع المسؤولين ديالك، ولقاو بان كلشي صحيح وما كاين لا خرق الحجر الصحي ولا شي غلطات ارتكبت ولا داكشي اللي قلتي للصحافه. قلتي بان ما عنديش بطاقه الصحافه، واش كتعرف شنو هو الحق المكتسب السيد الوالي؟ واش كتعرف بان شنو الماضي ديالي في ميدان الصحافه؟ واش كتعرف بان المشروع الاعلامي ديالي درته في شهر جوج، يعني في هذا العام 2020؟ بطاقه الصحافه ما كتعطى حتى الاخر ديال السنه، وكيتجمع كل شيء وكيتحط، هذه وحده. ثانيا انا ما كنتش كندور عندهم بالهاز وكنقول لهم انا راني صحفي، هذيك الورقه اللي هذا انتم اللي عطيتوها ليا بناء على المعطيات والمعلومات والوثائق اللي عندكم ديال الشركه الاعلاميه ديالي. حاجه واحده اخرى السيد الوالي، كاينين ناس اللي النوايا ديالهم خبيثه، النوايا الناس اللي كانوا باغيين يطيحوني في اطار واحد المخطط. هذيك التصويره ديال ديك الورقه ديال التجول، هذيك صورها الدرك الملكي، والدرك الملكي طلبوها منه شي جهات، وهذوك الجهات ناضوا، ورانا نحط شكايه في الموضوع، ناضوا وعطوها، نشروها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا عمل جبان، انا ما غنتهم حتى واحد، عمل جبان، والدرك الملكي كنتمنى غادي يحل واحد التحقيق في هذا الموضوع. دابا نرجع للشكايه، دونك الحجر الصحي خرقته ما خرقتوش، الدرك الملكي، دابا هنا جوج اجهزه اللي حقوا معايا، الدرك الملكي والامن الوطني، وكلهم خرجوا بان ما خرقتش الحجر الصحي، ما كاينش شي تزوير ولا اي حاجه، حقوا في الشركه، حقوا في كلشي، المعطيات الدقيقه. راه كندوي دابا على الدرك الملكي والامن الوطني، التنافس بيناتهم اولا، النيابه العامه كتتبع معاهم جوج، وكلشي خرج بخير وعلى خير، ياك السيد الوالي. الثانيه كتقول لي بان انايا كنت غادي بواحد السياره رباعيه الدف باش هزيت هذا السيد هذا، يعني عندك معطيات دقيقه، هذا هو الشيء اللي كنعرفوا في المخزن، يعني الامور مضبوطه. السيد الوالي، انا يمكن شركه بيجو ما عمري عرفت بانها مخرجه واحد الشركه، مخرجه واحد السياره 300 بيجو 301 وهي رباعيه الدفع، انا عندي غير بيجو 301، منين جات هذه السياره رباعيه الدفع؟ الغلط الثاني السيد الوالي، نطي قلتي بان انا هزيت هذا السيد وديته الايميتانوت ودزت على السدود القضائيه والاداريه كامله، من هنا حتى الايميتانوت،
السيد الوالي بلاص ما تقول هذه الهضره هذه، واش يعني دوك السدود القضائيه والاداريه كلهم ارتكبوا غلط فادح وخصهم يتحالوا على التحقيق كاملين، لان اللي خلوني دز بواحد الوثائق اللي واقيله ماشي هما هذوك، وخلوني دز مع العلم ان انا ما مشيتش للايميتانو تاع السيد الوالي، انا داك السيد عاونته كما عاونت دوك الناس وهزيته واحد 6 كيلومتر تقريبا وحطيته في واحد البلاصه اللي مجموعين فيها الشاحنات، وطلبت الله يسهل عليه وعاونته قدر المستطاع بيني وبين مولاي اشنو درت معاه ولا شنو درت مع الاخرين ورجعت بحالتي. يعني انا ما ديتوش الايميتانو ملي جاوك هذه المعلومات المغلوطه، راه هذاك الشيء علاش انا خايف على بلادي ملي كنشوف بحال هذا الشيء، وكنقول علم الله اش كيتعطى الاداره المركزيه من مغالطات، الا عندنا مغالطات غير في هذا الشيء الصغير غير في هذا. ملي جاتني انا الكات كات، ملي جاتني السدود القضائيه، ملي جاتني ديتو الايميتانو وصلت وجيت منين جات او كي درتي لهذا الشيء السيد الوالي، راه ما مقبولش منك، مقبوله من المقدم يدير غلطه، مقبوله من مواطن عادي، ولكن انت عندك لو تريتمون ديال المعلومه، المعلومه كتكون مضبوطه. السيد الوالي وصديقي العزيز، كنتعرفوا انا وياك ما يفوق 15 سنه، كتعرفني قدمت من تضحيات من اجل الوطن ديالي، ما كنتسنى وما عمري تسنيت لا جزاء لا شكوره، وانت عارف بان ما عمري مديت يديا لاي كان باش ناخذ شي امتياز مقابل شي حاجه درتها. السيد الوالي النهار اللي تم التعيين ديالك من طرف صاحب الجلاله كوالي جهه سوس مساء، اول واحد عيط لك هو انايا، وشحال حنا كنتكلموا في التليفون. النهار وصلتي لاكادير جيت عندك جوج مرات كلهم لصالح المدينه، ما عمري جيت تملقت لك، ما عمري جيت استغليت الصداقه معاك باش ناخذ شي امتياز، ما عمري طلبت منك ولو تدخل ليا شي حاجه لمصالح الشخصيه، ما عمري طلبت منك وتقول شي حاجه. كنشوف الشكايه بان انا طلبت شي ترخيص وتم رفضه من طرف الولايه. سيد الوالي هذا الشيء راه كاين عندك مشكل داخلي تما، انا ما عمري حطيت لك شي ترخيص، ما عمري طلبت منك شي حاجه، راني ما عمري غنطلب منك، وحتى الا غنطلب راني عارف فين غنمشي نطلب، وما درتهاش وما عمري درتها، يعني اشنو غادي ترفض ليا وانا ما تقدم لك حتى شي طلب. السيد الوالي انا غادي نقول لك واحد القضيه خلاصه القول، غدا ولا بعد غدا تلاقيت شي واحد بحال هاد الحاله هادي غادي نعاونها، غادي نقدم يد المساعده. انا مغربي حر، ما كندويش على الحريه لان كنا احرار الحمد لله، ولكن المعدن حتى مغربيت حر، افتخر بالمغربيه ديالي، انا انساني، انا مسلم، يعني اي واحد في الضيق ولا شي حاجه غادي نوقف وغادي نعاون، وهذا ما غاديش تغيرني بهاد الشكايه اللي حطيتي، وهاد الشكايه راه خطيره، لان هذه كتقول للناس عافاكم ملي تشوفوا شي حاجه ولا دوروا وجهكم، ما ديروش، ما تعاونوش، ما تقدموش يد المساعده لشي واحد في خطر، ما ديروا حتى حاجه، لان غادي يوقعوا لكم مشاكل مع المخزن، مع الدوله، غيطلعوكم ويهبطوكم. هذه انا كنقولها لكم عافاكم اخوتي المغاربه، هذا الشيء اللي وقع في هذه القضيه ديال هذا السيد الوالي حاله معزوله وقادين بها وغادي تحل باش ما بغات تخرج، ولكن خصنا نبقاو على التربيه ديالنا، على التمغربيه ديالنا، على المساعده بيناتنا، وما نديوهاش في هذه الخزعبيلات. السيد الوالي بغيت نقول لك واحد القضيه، دابا انت داعيني، داعيني السي المالوكي، راه بقى لي غير واحد السي الحافظي، اشنو بان لك؟ راه بقى لي غير انت ونعلق القرايد كاملين، زعما كلكم داعيني، كل شيء ضدي، فبحال الا انا هو الفساد بعينيه، انا هو اللي خرجت على اكادير، انا اللي نهبت جهه سوس مسا، انا اللي نهبت خيرات سوس مسا، لا في البحر لا في الارض لا في الجو ولا في هذا، الله يهديكم عافاكم. انا لا اسعى الا واحد المغرب افضل، كنبغي الجهه ديالي، كنبغي المدينه اللي كنعيش فيها، ما بغيتش توصل لهذه الوضعيه هذه، ما بغيتش نهرب منها، ما بغيتش نخرج منها، ما بغيتش نخرج من بلادي، بغيت نبقى هنايا. خوتي المغاربه تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم، وهذا المسلسل هذا ولهذه الشكايه هذه عافاك، هذه حاله معزوله، وكنقولها وكنعاودها حاله معزوله، هذا واحد المخطط للاطاحه بيا، انا قاد بشغلي، ماشي غادي نقولوا لا راه ناري المغرب خايب لا وهذا الشيء واقع ولا شي حاجه، لا كان اللي كيزيدني افتخار اولا وهو كيفاش تعاملوا الدرك الملكي وداك الشيء اللي شفتوه انتم غادي تسمعوا، كيفاش النيابه العامه حتى هما تعاملوا مع هذا الملف، كيفاش الامن الوطني رغم الضغوط كل واحد خد الاستقلاليه ديالو وكل واحد تعامل معها باحترافيه، ان شاء الله ما غادي يكون غير خير، بلادنا غادي تمشي في امان، ولكن محتاجه لولادها كلهم ينوضوا واحد النوضه مواطنه
راه حنا راه البلاد محتاجانا في اي وقت مضى، وهاد لوبيات الفساد وهاد الفساد وهاد السياسيين وهاد النوع ديال هاد الشيء عافاكم، راه ما بقيناش بغيناه، بغينا واحد المغرب جديد. الله يصاوب لينا ويصاوب لكم، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. وغدا غادي ندوزوا الفيديو الاخر على الشكايه اللي تحطت ضدي من طرف المدير الجهوي للصحه، وغادي تشوفوا شي حوايج، وعاوتاني مره اخرى غادي تقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن الامور والاوضاع غادي تتغير الى احسن بحول الله. تبارك الله عليكم، الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء، الله يحفظ بلادنا من هذا الداء، وإن شاء الله بغيت لكم غير الخير، والله يسر أموركم.